والحمد لله الذي نبهنا بلا شيء يجوز ان يكون فقدناه من المربوطين بالسماء يجب ان نحققهم ويسعهم ما اتفقوا عليه المختلفين في سبيل شويه تبتدي علشان الملاحده والاسلاميين والناس اللي يكرهوا الاديان بيخدموا خلافنا بياخدوا حجه في انهم يعني يبعدوا عن السماء. ربنا يبارك شكرا. احنا توجد مساحة واسعة مشتركة بيننا نستطيع ان نعمل فيها هي دي اللي حتسعنا ان شاء الله. يعني نعمل ليس فقط ضد الملحدين وانما ايضا ضد المنحلين خلقيا واجتماعيا وفكريا. ما هم دول ملحدين عبادة الناس حاليا يستغلون حرية الفكر لأن ينحرفوا بأفكارهم. والله لو كانوا عبيدا لفكر واحد من أول لأراحهم من حرية الفكر هذه. الإنسان يعمل الفكر في القضية الأولى وهي مهمته في حياته، لازم يفكر فيه ويسلم زمامه الى من خلقه. يبقى من فكر منه انا فكرته ولا يعتبر. اللي ما يفكرش في غايته يبقى ما بيفكرش. لان الانسان احنا انا بقول مره ان الصانع من البشر حين يصنع صنع ما صنعش حاجه وقال شوفوها تنفع في ايه؟ لا هو قبل ما يصنعها عارف ما عاملها ليه. ثلاجه يعني ثلاجه، غساله غساله، تلفزيون تلفزيون، وبعدين عمل له قانون صيانه. يبقى ان حصل في زلزله برضه لقانون الصيانه نقول له مين اللي خلق الانسان؟ الله هو اللي يحدد. ومين اللي يعمل له قانون صيانه؟ الله برضه. الله برضه. ما عملناش كده انا بعلق فيها اول بقى فينا بنودي التلفزيون للجزار دول شوفوا يحتاج الى صيانه ولا يظن في نفسه انه يحتاج. ما هو الجهل المراهق. لان اللي يحتاج ويعرف انه محتاج يبقى ابتدى يعقل. ولذلك احنا نقول اللي يدي للعامة حقه يبقى مفتح. والله يبقى مفتح. لا مدي للعامة حقه ولا تفوت ايه؟ طبعا من انا لما اللي عامل انه بيشوف يقفل ايه؟ خلاص.